اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم صحتك. ناس كتير جدا ممكن تصاب بالضغط العالي، وممكن تقعد سنين جدا من غير ما تكتشف ان هي عندها ضغط عالي، لان ممكن يجي لها من غير اي اعراض. لكن لحسن الحظ ان ممكن نكتشف الضغط العالي واعراضه بمنتهى السهوله، وده كمان بمساعده الاطباء، وممكن كمان السيطره عليه ممكنه. ده اللي احنا هنعرفه النهارده اكتر مشاهدينا مع دكتور ماركو أنسي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس، رئيس وحدة القلب بالمركز القومي للبحوث، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لأمراض القلب. لكن انتظرونا بعد الفاصل. دكتور ماركو أنسي، استشاري ودكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس، رئيس قسم القلب بالمركز القومي للبحوث، وعضو الجمعية المصرية والأوروبية لأمراض القلب. عنوان العيادة: برج الرهام على حلواني إتوال وبنك أبوظبي، ميدان الخلفاوي، شبرا. تليفونات العيادة: 010-911-25-145 أو 02-24-33-13-12. فيسبوك: مركز الدكتور ماركو أنسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. اهلا بكم مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما قلنا كده في المقدمه ان ناس كتير قوي ممكن تصاب بالضغط العالي بدون اي اعراض. طب ايه هي اعراضه، ايه هي اسبابه، وايه نسبه انتشاره بين كتير من الناس وما بيحسوش بيها؟ ده اللي احنا هنعرفه النهارده مع دكتور ماركو أنسي، استشاري ودكتوراه امراض القلب والاوعيه الدمويه جامعه عين شمس، رئيس وحده القلب بالمركز القومي بالبحوث، عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لامراض القلب. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، حقيقي موضوع في غايه الاهميه. لو هنقول ان 90% من الناس عندها ضغط، والناس كتير قوي بتصنف نفسها انا ضغطي عالي او ضغطي اقل من الطبيعي، عايزين قبل ما نخش ايه هي اسبابه، ايه هي اعراضه، يعني ايه ضغط عالي، ايه الجديد في الضغط العالي؟ طيب، الضغط العالي هو الضغط اللي جوه الشرايين، يعني الشرايين بيبقى فيها ضغط عالي، فبالتالي ممكن تعمل اعراض هنعرفها بعد كده. الجديد دلوقتي، قبل ما اقول الجديد، انا عايز اقول ان موضوع فعلا الضغط العالي ده موضوع مهم جدا، ومفيش بيت بيخلو من حد مريض بالضغط. يعني لو جينا قلنا كده كتصنيف، الضغط العالي من الامراض الاكثر شيوعا في العالم، يعني تقريبا حوالي 25% من البالغين اللي هم فوق سن ال 30 عندهم ضغط. وكمان عشان تعريف ارتفاع الضغط اختلف في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، ده هيزود النسبه كمان. يعني احنا كنا المتعارف عليه ان الضغط العالي اللي هو فوق 140 على 90. لا، الكلام ده ابتدى يتغير. يعني ابتدى دلوقتي للفئات اللي هي اكتر خطوره، يعني مثلا واحد عنده سكر مش متظبط، واحد عنده كوليسترول، واحد عنده تاريخ مرضي، واحد عنده مشاكل في القلب، واحد عنده مشاكل في المخ، مشاكل في الكلى، ابتدى ينزل تعريف الضغط بقى 130 على 80. يعني دلوقتي اي حد من الفئات ديت ضغطه اكتر من 130 على 80 ده كده مريض ضغط. فطبعا ده محتاج مننا ان احنا بقى نتابع الضغط، لان احنا ممكن نكون من الفئات ديت ومحتاجين علاج. يعني الفئات اللي عندها مشكلات صحيه معينه قرايه الضغط عندها بتختلف، قصدي حضرتك كده بالظبط. يعني زي ما قلت لحضرتك، نبتدي ندي علاج لو ضغطهم اكتر من 130 على 80. يعني ما نقدرش نقول ايه المعدل الطبيعي للضغط، ولا كل واحد وحالته؟ يعني هو بصفه عامه ما يزيدش عن 140 على 90، لكن الفئات اللي انا اتكلمت عنها دي ضغطنا ما يزيدش عن 130 على 80. 130 80 ده النسبه اللي هي الفئات اللي هي الاكثر خطوره، اللي هي معرضه لمشاكل او اوريدي عندها مشاكل في القلب او المخ او الكلى. طب ولو اقل من كده، يعني لو 130 70 او 130 ده يعتبر ضغط كويس، لكن بتفرق معانا بقى في المتابعات. يعني احنا مثلا لو واحد ضغطه اقل من 120 على 80،
بنقول له ان انت تبتدي تتابع ضغطك كل مثلا ايه 4 لـ5 سنين. لو واحد مثلا ضغطه من 130 ل 135 نبتدي نتابع ضغطنا مثلا كل 2 3 سنين، وضغطنا لو بقى ابتدى يعلى عن 130 لا نبتدي نتابعه على طول. يعني ايه يا دكتور كل 2 3 سنين؟ يعني بص، هو دلوقتي المفروض ان احنا بنبتدي نتابع الضغط من سن 18 سنه. من 18 سنه؟ يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اسيب ضغطي كده وانا اكتشفه بالصدفه، لانه كتير جدا بيبقى ما عندهمش اعراض ويجي يقيسوا الضغط يلاقوا ضغطهم عالي وعالي بقى له فتره طويله. فهو التوصيات العالميه دلوقتي بتقول ان انت من سن 18 سنه تبتدي تتابع ضغطك. فلو انت ضغطك زي ما اتفقنا اقل من 120 تبتدي تتابعه كل 4 5 سنين لازم، ولو اكتشفت طبعا في النص ان ضغطك عالي تبتدي تتابعه في فترات متقاربه. كل ما هيعلى الضغط معاك، يعني لو ضغطك بقى زاد عن 130 لا تبتدي تتابعه سنويا، ولو انت عندك عوامل خطوره تبتدي تاخد علاج. بس بنسمع كتير قوي دكتور ان انا مثلا ضغطي 90 60 او 120 تمام الارقام، ده الضغط كده مريحني، هل ده فعلا بيبقى يعني ده هو طبعا ضغطهم واطي. لازم نفرق بين حاجتين، هل انت طبيعه ضغطك واطي ولا انت عندك مشكله. لو انت طبيعه ضغطك واطي ده في الغالب بيبقى مش مشكله كبيره قوي، ده بيبقى محتاج مننا ان احنا شويه تعليمات بنديها للمريض عشان خاطر الضغط ما يبقاش واطي، ان هو مثلا يشرب سوائل كتير، ان هو يبتدي مثلا يكتر الحوادق في الملح اكتر. لكن لو انت طبيعه ضغطك واطي نتيجه مشكله طبيه، هنا بقى لا بنتدخل ونبتدي ندي علاجات، نبتدي نشوف ايه المشكله علشان نوصله للطبيعي ولا علشان نحافظ على طبيعي الضغط. طبعا يعني لو واحد مثلا عنده ضيق في الصمام مثلا، لو انت الضيق ده عامل لك تدفق الدم مش واصل للجسم كويس، طبيعي ضغطك هيوطى. فلو احنا عالجنا مشكله الصمام اكيد الضغط هيرتفع تاني. لو انت مثلا ضغطك واطي نتيجه مشكله جلطه في القلب وانت فتحت الشريان اللي سبب الجلطه دوت، اكيد طبعا ضغطك بعد كده هيرتفع. فهو على حسب طبيعه المشكله نبتدي نتدخل. طب نتدخل اكتر بقى دكتور، ازاي بيحدث الضغط العالي؟ اي حاجه ليها علاقه بسلامه الجدار الداخلي او البطانه بتاعه الشريان دي ممكن ترفع الضغط. فطبعا في حاجات معينه كده هو بتسبب الضغط، اهمها الكلى. يعني الكلى في علاقه بينها وبين الضغط، يعني في جهاز في الكلى اسمه الرينين انجيوتنسين سيستم. ده في مرضى الضغط الجهاز ده بينشط شويه، لما بينشط الجهاز دوت ده بيطلع شويه مواد هرمونيه، دي بتقلل الكفاءه بتاعت الشريان وبتضيقه، فبالتالي بترفع الضغط. اهمها طبعا هرمونين معروفين قوي اسمهم الانجيوتنسين 2 والالدوستيرون، دول لما بينشطوا نتيجة الكلى ده بيرفع الضغط. حاجة تانية ممكن تسبب الضغط العالي كميكانيزم، يعني اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عند ناس مختلف عن ناس، في ناس بيبقى عندهم نشيط شوية فده برضو بيطلع هرمونات زي الأدرينالين وزي النور أدرينالين، دوت برضو بيرفع الضغط. برضو في حاجات ليها علاقة باليونت الشريان، اليونة بتاعت الجدار بتاع الشريان. طبعا حاجة مثلا زي تقدم العمر، تقدم العمر كده كده اليونة بتقل شوية عشان بيحصل حاجة اسمها تصلب في الشريان. فتصلب الشريان دوت مع الوقت بيأثر على سلامة الجدار، فبالتالي بيرفع الضغط. الناس أنا صورة واضحة لديك الشريان. يعني زي ما احنا شايفين هنا اهو ابتدت اليونة بتاعت الشريان تقل، ابتدت تترسب عليها مواد زي الكوليسترول والدهون، فابتدى الشريان يضيق شوية. فلما الشريان يضيق هنا هو يبتدي الضغط يعلى. حاجة تانية ليها علاقة بالملح والمية، احنا عارفين ان الدم 90% من مكوناته مية. في ناس اللي هي مثلا بتكتر شوية مثلا في الحوادق في الاكل ضغطها بيعلى. ليه؟ لانه الملح بيجمع مية. يعني انت حتى لو حطيت شوية ملح في ايدك هتلاقي ايديك بقت فيها مية كتير. فارتباط الملح والمية ده بيرفع الضغط. فدي تعتبر يعني تقريبا الحاجات اللي هي بتسبب الضغط العالي كميكانيزم. طيب عايزين نعرف اكتر يا دكتور ومشاهدينا كمان يعرفوا اسباب ارتفاع ضغط الدم. طيب 90% من اللي عندهم ضغط السبب غير معلوم.
غير معلوم. غير معلوم، يعني هو هل هو ليه علاقة بعوامل جينية؟ ممكن طبعا، أسباب محدش يعرفها ممكن. ف 90% من اللي بيجي لهم ضغط مش عارفين ليه جالهم الضغط، يعني ليه ده جاله ضغط وليه ده ما جالوش ضغط محدش يعرف. في 10% دول اللي هم ليهم أسباب. أهم أسباب ارتفاع الضغط إن يكون في مشكلة في الكلى. يعني مثلا بنلاقي ان في ناس عندهم اللي هو الشريان الكلوي بيبقى فيه ضيق. الشريان الكلوي دوت لما بيضيق شويه زي ما احنا شايفين كده اهو، بنلاقي ان هو بيرفع الضغط. يعني هنلاقي كده اللي عليه السهم الاخضر دوت الشريان بتاع الكلى هنا ضيق خالص، فده بيتسبب الى ارتفاع الضغط. الناس اللي عندهم برضه مشاكل في الكلى ليها علاقه بقى بالانسجه بتاعه الكلى، ده زي ما قلنا بينشط الجهاز اللي هو اسمه رينين انجيوتنسين سيستم، فبالتالي ده بيطلع الهرمونات اللي بترفع الضغط. برضو لو احنا عندنا مشكلة في الغدد، يعني مثلا الغدة مثلا النخامية، الغدة الدرقية، الغدة الكظرية مثلا، دي بتفرز هرمونات معينة. لما الغدد دي بيبقى فيها خلل الهرمونات دي بترفع الضغط. برضو في أسباب لها علاقة بالوزن، يعني اللي وزنهم مليان شوية ضغطهم بيعلى. يعني حتى أنا عايز أقول معلومة مهمة قوي، الناس اللي هي مثلا وزنها مليان وبالليل مثلا بيبقى عندها مثلا تشخير كتير، الناس دي لازم تتابع ضغطها، لان عندهم سمنه مفرطه يا دكتور كمان. السمنه المفرطه ومثلا بالليل نفسهم بيتضايق يؤدي الى ان هو مثلا يبقى فيه مثلا تشخير مثلا، الناس دي لازم تروح تكشف على طول وتتابع الضغط، لان الناس دي بتبقى عندها استعداد قوي ان ضغطها يعلى. حاجه كمان طبعا قله الرياضه ترفع الضغط، الحاله النفسيه ترفع الضغط. في حاجه ثانيه برضو ليها علاقه مثلا بالحوامل، عندنا مثلا في الضغط بتاع الحمل ده بيرفع الضغط. الأدوية، في أدوية معينة لو احنا خدناها بإفراط ترفع الضغط، مثلا أهمها المسكنات. احنا بناخد مسكنات كتير قوي واحنا مش عارفين ان دي ممكن بعد كده تعمل لنا ضغط عالي، او اللي بياخدوا مثلا أدوية البرد مثلا، احنا بناخد أدوية برد كتير قوي واحنا مش متابعين مع حد، فنفاجئ بعد كده ان ضغطنا بيعلى. او مثلا اللي بياخدوا هرمونات معينة، بياخدوا حبوب منع الحمل، اللي بياخدوا مثلا أدوية لها علاقة بالأورام. ففي أدوية معينة لازم المريض وهو بياخدها يبقى عارف ان دي ممكن ترفع الضغط، فيبقى متابع دايما مع الدكتور بتاعه. طب بنسمع حاجه كده يا دكتور، عايزين بس نتاكد من صحتها من حضرتك. احنا بنسمع ان في مريض يقول، يعني الدكتور يقول له دي حاله ضغط عالي مرتفع بس لفتره، يعني ممكن انت تكون مريض بمشكله او حاجه، هل ده فعلا حقيقي؟ يعني ممكن فتره، ولا الضغط خلاص مجرد ان المريض اتصاب بيه بيفضل معاه؟ من 90% اللي احنا قلنا عليهم اللي هو السبب غير معلوم غالبا هيفضل معاه، لكن 10% اللي هو انا عندي السبب، لو انا عالجت السبب، يعني لو عندي مثلا ضيق في الشريان الكلوي وكان هو السبب ارتفاع الضغط وانا فتحت الشريان مثلا ووسعته، خلاص الضغط هيروح. لو انا عندي مشكله في الهرمونات بتاعت الغدد وعالجت المشكله الضغط ممكن فعلا يختفي. لو انا عندي مثلا الدهون اللي هو الكوليسترول مثلا عالي وكان سبب لارتفاع الضغط وعالجت المشكله ممكن الضغط فعلا يروح. ففي حاجات لو كان ليها السبب لارتفاع الضغط وانا عالجتها ممكن الضغط طبعا يروح. طيب اعراض بقى يا دكتور، يمكن احنا بنسمع ان الضغط العالي في ناس بتصاب بيه من غير، انا ما حسيتش بقى يعني ما جاليش اي حاجه، ايه هي اعراض الضغط العالي؟ طيب يعني هو من سوء الحظ انه كتير بيبقى عندهم الضغط وما عندهمش اعراض خالص. يعني نسمع مثلا ان واحد وهو قاعد ما بيعملش اي حاجه فجاه كده جاله نزيف في المخ ووقع، جينا قسنا الضغط لقينا ضغطه عالي جدا نتيجه ان الضغط العالي ده عمل له انفجار في الشريان، او واحد حصلت له جلطه في القلب. فاللي ما عندهمش اعراض دول حظهم سيء، عشان كده احنا بنقول احنا نبتدي نتابع الضغط من سن 18 سنه علشان احنا ما عندناش اعراض في كثير من الحالات. فالاعراض اللي هي بقى احنا ممكن تنبهنا ان في مشكله في الضغط، طبعا هنبتدي من فوق لتحت، يعني مثلا المخ هنبتدي نحس بصداع مثلا او دوخه نتيجه الضغط العالي، الضغط العالي جوه شرايين المخ يبتدي يعمل لنا صداع. العين مثلا نحس بزغلله او عدم وضوح في الرؤيه، او نزيف مثلا في الشبكيه او نزيف في القرنيه. نبتدي ننزل مثلا على القلب، في اعراض مهمه قوي لازم ناخد بالنا منها، يعني لو واحد ابتدى يحس بنهجين ما كانش مألوف ليه
يبتدي يتابع ضغطه يشوف هل ضغطه بيعلى ولا لا، او واحد ابتدى يجيله الام في منطقه الصدر مثلا يبتدي يتابع ضغطه. فدي تعتبر يعني اهم الاعراض اللي احنا ناخد بالنا منها وتنبهنا ان ممكن يكون ضغطنا عالي. بس ممكن تكون الاعراض دي شبيهه لاعراض حاجه تانية دكتور ممكن. يعني ممكن انا يكون عندي صداع بس وارد انا ضغط مثلا شغل او ضغط اليوم نهجان والام في الصدر، طب ممكن دي تحول لي لمشكله تانية في القلب. انا ازاي افرق يعني ازاي يبقى في فرق؟ هو التفرق ان احنا هنقيس الضغط. يعني انا مثلا حسيت بصداع، ما هو وارد يكون مثلا جيوب انفيه، وارد يكون عندي مشكله فعلا في العين مثلا محتاج نضاره، النهجان، وارد انا يكون مثلا عندي مشكله لها علاقه بالوزن. لكن اول خطوه ان احنا نقيس الضغط، هو قياس الضغط اللي هيوجهنا. يعني انا لو قست الضغط بتاعي ولقيته كويس خلاص يبقى الصداع ده اكيد مش من الضغط، هبتدي ادور على السبب تاني. لكن لو انا قست الضغط ولقيت الضغط عالي يبقى طبعا الضغط هنحتاج ان انا اظبط، فهو على حسب قياس الضغط بتاعي. طيب نقطه مهمه جدا، ويمكن كل بيت دلوقتي فيه جهاز قياس ضغط، انا اروح اقيس في البيت يطلع لي رقم، اروح الصيدليه يطلع لي رقم، ممكن ابقى جايه من عند الطبيب برقم تاني خالص. كيفيه يعني الاختلاف في القراءات دي يا دكتور ايه هي؟ طيب هو طبعا يعني احنا عايزين نقول ان احيانا المريض بيجي للدكتور يجي يقيس ضغطه يلاقيه عالي جدا، ويروح فعلا البيت يلاقي ضغطه كويس جدا. احنا عندنا في حتى متلازمة كده اسمها وايت كوت هايبرتنشن، يعني ايه؟ ضغط البلط الابيض. المريض يخش للدكتور ما تفهميش ليه ضغطه يعلى. فعلا ده بتحصل، يعني تلاقي الضغط عالي وهو يقول لك ويأكد للدكتور ان انا ضغطي بره البيت كويس جدا، وده احيانا الدكتور طب هيعمل ايه؟ طيب ما انت لما بتجي لي ضغطك عالي. فده بنلجأ لحاجات بقى معينه، في اجهزه معينه دلوقتي بتتركب للمريض، يعني زي ما احنا كده شايفين ده جهاز بيتركب للمريض بيقيس الضغط على مدار ال 24 ساعه. المريض بيروح بالجهاز دوت البيت بيقعد بيه وينام بيه ويصحى بيه ويروح شغله بيه يوم كامل. يعني يوم كامل يوم كامل. ليه انا بحط الجهاز دوت؟ عشان اتفادى حته ان انا مثلا ايه لو رحت للدكتور مختلف. الجهاز ده بقى خلاص انت وانت نايم وانت هادي هيقيس لك الضغط، وانت متوتر هيقيس لك الضغط، وانت بتعمل مجهود هيقيس لك الضغط. فهنا بقى نقدر نعرف هل فعلا انا ضغطي عالي ولا ضغطي مش عالي. فالجهاز دوت احيانا بنلجأ له عشان يحل لنا المشكله بتاع تضارب الارقام بين العياده مثلا وبره العياده. وبيساعد بيقولوا لا احنا اللي عندنا في البيت ادق عشان بيبقى ديجيتال مثلا، واللي بره البيت بيبقى ازاي بقى؟ هو موضوع الجهاز الديجيتال في توجه عالمي دلوقتي ان هم يعني يلغوا الزئبق خالص. احنا الاجهزه اللي هي بنقيس بيها الضغط اللي هو الجهاز الزئبقي ده يعتبر الستاندرد اللي احنا بنقيس بيه ولحد دلوقتي هو المتعارف عليه في العالم. مزبوط. لكن في توجه دلوقتي ان هم عشان لقوا ان طبعا ان الزئبق ده ماده سامه، واحيانا مثلا سوء استخدامها ممكن يعمل فعلا تسمم وكده، فابتدوا يتوجهوا دلوقتي ان احنا لا طب ما نشتغل على الاجهزه الديجيتال. طبعا على حسب النوع اللي انت هتقيس بيه، يعني الاجهزه الديجيتال انواع معينه ومعروفه، الدكتور طبعا بيقول لك مثلا ايه هات النوع الفلاني عشان القرايه بتاعته بتبقى دقيقه تكاد تكون زي الجهاز الزئبقي. فالجهاز الديجيتال حل، بس اهم حاجه انا ازاي اقدر استخدمه. يعني المريض مثلا وهو بيلف الكف على الدراع لازم يبقى فاهم كويس قوي ان هو بيبقى باحكام ويكون محطوط بالطريقه الصحيحه عشان يقدر يقيس الضغط. فيفضل ان المريض لما يجيب الجهاز الديجيتال يجيبه معاه للدكتور، والدكتور يعلمه ازاي ان انت تقيس الضغط بالجهاز الديجيتال. لكن الجهاز الديجيتال لو في زي ما اتفقنا انواع معينه بيقيس الضغط كويس جدا. طيب زي ما معانا صوره كده يا دكتور اهي. يعني هنا بس دي لما المريض بيجي العياده لازم نعرف ازاي نقيس الضغط بطريقه صحيحه. اول حاجه ازاي المريض لما يجي العياده ما ينفعش اول لما يدخل العياده تقيس الضغط، لازم يقعد حوالي مثلا 5 دقائق 10 دقائق هادي. لانه طبعا انت لو انت جاي من مجهود او جاي من مشوار مثلا طبيعي ضغطك هيبقى عالي، فلازم تهدى 5 دقائق 10 دقائق عشان تقيس الضغط. الحاجة التانية قياس الضغط لازم يكون والمريض قاعد، ما يبقاش نايم، لازم يكون مستوى قياس الضغط في مستوى القلب. يعني هنا زي ما شايفين المريض قاعد فارد ايده بنقيس الضغط، الكاف اللي احنا بنقيس منه الضغط في نفس مستوى القلب.
احنا شايفين الدراعي الشمال بقى يا دكتور، هل هو بتفرق من الدراعي الشمال للدراعي اليمين؟ لا خالص، مفيش اي فرق بين الاثنين. وعلى فكره في دايما فرق حوالي 10 يعني 10 درجات بين اليمين والشمال مسموح بيها. يعني مثلا لو انا قست ضغط في الناحيه اليمين لقيته 120 والناحيه الشمال 130 ده مقبول. طب انا باخد انهي قرايه؟ باخد القرايه الاعلى. يعني لو واحد مثلا في دراع اعلى من دراع انا باخد القرايه الاعلى. ده بالنسبه ان احنا بنقيس الضغط ازاي في العياده. طيب دكتور نستاذن حضرتك نخرج لفاصل. اتفضل مشاهدينا استنونا بعد الفاصل ومكملين حلقتنا. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا، ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين ارتفاع ضغط الدم اللي ناس كتير جدا مصابة به مع دكتور مارك أونسي، استشاري ودكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية جامعة عين شمس، رئيس وحدة القلب بالمركز القومي للبحوث، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لأمراض القلب. أهلا بحضرتك مرة تانية. موضوع مهم جدا يا دكتور بصراحة، يعني ناس كتير فعلا بتبقى مصابة بالضغط العالي ومش عارفة زي ما حضرتك قلت قبل الفاصل ممكن يجي لها كمان مشاكل أكبر من كده. طيب مريض جه لحضرتك وعنده ضغط دم مرتفع، إيه هي الفحوصات اللي حضرتك بتطلبها منه؟ طيب هي الفحوصات طبعا بنعملها ليه؟ بنعملها عشان نحاول ندور على سبب لارتفاع الضغط، والحاجة التانية نعرف مدى التطور الحالي. نمرة واحدة طبعا أول فحص مبدئي كده أنا بعمله للمريض رسم القلب العادي عشان أشوف مثلا هل الضغط العالي ده عامل لي مشكلة في كهربة القلب، هل عامل لي مثلا تضخم أحيانا بيبان في رسم القلب، هل عامل لي مثلا قصور في الشرايين التاجية. فرسم القلب ده فحص مبدئي. طبعا بطلب منه يعمل موجات صوتية على القلب اللي هو الإيكو. فايدة الإيكو طبعا إن أنا بعرف هل في تضخم في العضلة ولا لأ، بعرف في ضعف في العضلة ولا لأ، هل في مشكلة عندي مثلا في قصور الشرايين الدم مش واصل للعضله كويس ولا لا. احيانا بطلب منه مثلا اشعه اسمها دوبلر على شرايين الرقبه عشان برضه اشوف هل في مشكله في الشرايين ولا لا. بالنسبه للتحاليل طبعا بطلب تحاليل عشان اقدر اعرف السبب، اهمها طبعا تحاليل الدهون، دهون الدم، كوليسترول والدهون الثلاثيه واللي هو كوليسترول منخفض الكثافه، الحاجات اللي هي ممكن تكون سبب لارتفاع الضغط. بطلب طبعا وظائف كلى، بطلب وظائف كبد، بطلب تحاليل بقى الهرمونات لو انا مثلا شاكك ان في مشكله من الغدد ممكن تكون عامله لي ارتفاع في ضغط الدم، بشوف نسبه الالبومين في البول اخبارها ايه. فدي تعتبر اهم الفحوصات اللي انا بعملها للمريض على حسب بقى تطور الحاله. يعني انا لو لقيت مثلا انه عندي مشكله في الشرايين ممكن اطلب فحوصات اكتر شويه دقه، اطلب مثلا منه مثلا فيري، اطلب منه اشعه مقطعيه على الشرايين لو انا لقيت ان الضغط عامل لي مشكله في شرايين القلب. طيب حضرتك كنت ذكرت قبل فاصل يا دكتور اني مفروض نتابع الضغط من سن مبكر يعني من 18 سنه. طب لو انا شخص 18 سنه واصبت بارتفاع ضغط الدم هبتدي اتعامل ازاي؟ الضغط العالي في صغار السن ده موضوع مهم جدا. ليه؟ لان هو جالهم بدري قوي، فانا لازم استبعد كل الاسباب اللي هي ممكن تؤدي الى ارتفاع الضغط. احنا قلنا ان في نسبه 10% بيكون عندهم ضغط عالي وانا عارف السبب، فلازم ادور على السبب. فاللي هيجي له الضغط قبل سن ال 30 الفحوصات بتبقى متطورة شوية، يعني بطلب منه مثلا فحوصات إضافية زي مثلا إيه أشعة دوبلر على شرايين الكلى، لأن الضيق بتاع شرايين الكلى ده من الأسباب اللي هي اللي ممكن تكون سبب لارتفاع الضغط في السن المبكر. بطلب مثلا تحاليل الهرمونات كاملة عشان أقدر أعرف هل عندي خلل في الغدد ولا ما عنديش خلل في الغدد. فطبعا الضغط في السن المبكر ده بيحتاج مني فحوصات متطورة شوية عشان أقدر أوصل للسبب لو كان في سبب. كذا إجابة حضرتك قلتها ليها علاقة بالكوليسترول، يعني لازم دهون، لازم تحليل الدهون. إيه علاقة الضغط العالي بالدهون؟ هي علاقة وطيدة جدا، لأنه طبعا الدهون دي مع الوقت لما بتفضل تترسب على الجدار بتاع الشريان بتضيقه، وكمان بتقلل الليونه بتاعه الشريان. فكل ما القطر بتاع الشريان يضيق الضغط بيعلى. فطبعا انا علاجي للكوليسترول ده
حل مثالي ان انا اقلل الضغط وان انا اعالج الضغط. عشان كده احنا بنقول للمريض اللي عنده الكوليسترول عالي وعنده الضغط، اوعى تعتمد على تحليل الدهون، ان هو مثلا ايه، احيانا نعمل تحليل الدهون يدينا القرايات زي الفل، حلوه جدا مفيش مشاكل، ولكن انت عشان عندك ضغط عالي لازم مستوى الكوليسترول بتاعك يكون لادنى مستوى ممكن نوصل له، لان انا عايز اقلل ترسب الدهون على الجدار بتاع الشريان. فكل ما انا عالجت مشكله الدهون كل ما انا قللت مخاطر الضغط. طب بنسمع دكتور عن الكوليسترول الضار ده السبب الاساسي فعلا في المشكله؟ من ضمن طبعا ده يعتبر من اهم الحاجات اللي بتؤدي الى مشاكل في الضغط والقلب والمخ وكده. طبعا الكوليسترول الضار دوت اللي هو حاجه احنا بنسميها ال دي ال، ال دي ال دوت هو ده اللي بيعتمدوا عليه في العلاجات. فاحنا كل ما قللنا مستوى ال دي ال كل ما احنا قللنا المشاكل اللي ممكن تحصل مستقبلا. اكيد. طيب تاثير الضغط العالي بقى احنا عارفين تاثيره كتير، بس عايزين نعرف تاثيره دكتور على المخ، على القلب، على الكلى. طيب نبتدي بالمخ. طبعا المخ طبعا كل ما الضغط عالي كل ما كان الفرص بتاعه ان الشريان بتاع المخ تنفجر اكتر. ما هو اللي بيحصل له نزيف في المخ بيحصل له ليه؟ عشان الضغط عالي جدا. ممكن برضه تحصل له جلطه في المخ، لان الضغط كل ما عالي جوه الشريان كل ما كان عرضه ان ممكن يحصل تجلطات جوه. بالنسبه للقلب المشاكل كتيره جدا، يعني اهمها ان بيحصل تضخم في عضله القلب، والتضخم ده بيبقى مرحله اولى لضعف عضله القلب. يعني اي واحد يعمل ايكو ويلاقي ان هو عنده تضخم لازم يبقى فاهم انه لو ما ظبطش الضغط هيخش في المرحله بعد كده بتاع ضعف عضله القلب او هبوط عضله القلب. حاجه ثانيه ممكن يعملها الضغط العالي على القلب ان هو ممكن يعمل جلطات في القلب. يعني كل ما الضغط زاد جوه الشرايين كل ما كانت فرص حدوث جلطات وذبحات عاليه جدا. ممكن يعمل لنا حاجه اسمها ارتشاح رئوي. كتير قوي نسمع انه واحد جات له نوبه نهجان غير طبيعيه وفي ميه كتيره قوي على رئه. فطبعا الضغط العالي عشان بيبقى ضاغط على القلب قوي، فطبعا الرئه بتتملي ميه، واحنا اتفقنا ان 90% من مكونات الدم ميه، فيخش في حاجه اسمها ارتشاح رئوي. ده ممكن احيانا يعمل توقف لعضله القلب. ممكن مثلا حاجه زي الشريان الاورطي بتاع الانسان لو الضغط عالي قوي جواه ممكن يعمل له حاجه اسمها تمزق في الشريان الرئوي دوت، وده ممكن يعمل مشاكل تؤدي الى الوفاه. الكلى طبعا برضو احنا اتفقنا ان في علاقه بين الكلى والضغط. الكلى لو فيها مشكله ترفع الضغط، والضغط كمان لو في مشكله ممكن يؤدي الى الفشل الكلوي، لان الضغط العالي بيفضل برضو ضاغط على الكلى، فمع الوقت يبتدي بقى يرفع وظائف الكلى وبتدي تخش بقى في قصور في وظائف الكلى وممكن تخش الفشل الكلوي تحتاج الى غسيل مستقبلا. يعني حاجه مهمه جدا ارتفاع طبعًا الضغط طبعًا ده جدا طبعًا. يعني مشاكل في الكلى، مشاكل طبعًا في المخ، مشاكل على القلب، يعني هو حجر الزاويه بتاع الانسان، يعني لان هو الخلل فيه هيعمل خلل في كل الاجهزه اكيد. طب حضرتك بقى بتبتدي العلاج على طول مع المريض بعد ما بنكتشف ارتفاع الضغط، ولا المرحله بتمشي ازاي؟ طيب على حسب قرايه الضغط. يعني الحالات اللي هي المايلد، ولو كان مثلا واحد ما عندوش عوامل خطوره، يعني مثلا جالي واحد مثلا ضغطه 150-100 مثلا او 140-100 وشاب وما عندوش مثلا مشاكل تانية، عوامل خطورة، ما عندوش سكر، ما عندوش دهون، ما عندوش مثلا تاريخ مرضي قوي، ما عندوش مشاكل في القلب، ده أنا ممكن أبتدي معاه بحاجة اسمها لايف ستايل موديفيكيشن. يعني إيه؟ أبتدي أقول له مثلا إيه؟ لا قلل الملح في الأكل شوية، العب شوية رياضة، انزل في الوزن، أكلك يبقى صحي، وابعد عن الضغوط، ونبتدي نتابع الضغط معاه. لو الضغط ظبط اوكي، ما ظبطش هبتدي اديله علاج. لكن طبعا الضغط اللي هو بقى يعني اعلى شويه وعند مثلا مرضى عوامل الخطوره عندهم موجوده، لا لازم ابتدي علاج على طول. طيب يمكن بنشوف ناس كتير جدا اول ما بيشوفوا قرايه الضغط عاليه ناخد اي حاجه تنزل الضغط بسرعه، يعني اي ادويه بقى، اي ده صح بقى فعلا يا دكتور ان الضغط ينزل مره واحده؟ الكلام ده غلط جدا. ناس بتطمن جدا لما القرايه تنزل من عالي للمستوى الطبيعي. تمام. هو في مجموعتين، المجموعه الاولى اللي هو لازم ننزل الضغط على طول لو انا عندي خطر على حياته. يعني بمعنى ايه؟ واحد مثلا جه له ضغطه عالي قوي وعنده ارتشاح في الرئه مثلا، او عنده جلطه في القلب، او عنده تمزق في الشريان الاورطي، او واحده حامل وجالها تسمم حمل، تسمم الحمل ده سببه الارتفاع بتاع الضغط.
لا ده انا مش هستنى، لازم ادخل انزل ضغطه على طول، لان انا هنا انقاذ لحياته. لكن البني ادم العادي اللي هو ضغطه جالي مثلا، واحد جالي ضغطه 200 على 100 مثلا، انا لو نزلت ضغطه مره واحده، يعني اديته النهارده مثلا ادويه كتير قوي عشان انزلها مثلا 120 80، ده خطر عليه. ليه؟ لان انت جسمك متعود فتره طويله على ضغط عالي، فانت لما بتنزله مره واحده انت عملت كده زي ايه، لخبطه للجسم، ان ضغطك كان الجسم متعود على ضغط عالي وفجاه انت نزلته، فده ممكن يعمل لك مشكله، تحس بقى بغثيان، تحس بهبوط، تحس ان انت حتى تلاقي الناس تقول لك ايه، انا حاسس يا دكتور بهبوط رغم ان انا ضغطي 120 80. طب ما انا ليه، ما انا ضغطي كويس. لا، ما هو الهبوط اللي انت حاسس بيه ده لانه ضغطك كان عالي قوي وانت نزلته مره واحده. فبخلاف الحالات اللي احنا قلنا عليها اللي هي انقاذ لحياتك، لا، انت الافضل ان انت تدي له علاج ينزل ضغطه تدريجيا على مدار الايام اللي هي المتتاليه، لكن ان انت تدي له علاج ينزله النهارده ده غلط جدا. طيب يمكن حاجه شائعه بتحصل في كل بيت يا دكتور، لاول ما بنصاب بالضغط العالي على طول نعمل مشروب بقى كده يعني متعارف عليه، ممكن نعمل كركديه بقى، ينسون مثلا يقولك عشان يودي الضغط، هل ده بقى فعلا معلومه طبيه ولا ده هو الكركديه يعني ممكن يعني ناس تاخده وكل حاجه، لكن ما هوش اللي هينزل الضغط، يعني احنا لازم ناخد علاج عشان ننزل الضغط. احنا مقتنعين يا دكتور اول ما نلاقي ضغط عالي نعمل كوباية مشروب سخن كده كركديه، او ينسون يقولك يوطي الضغط على طول. بص، ما فيش مانع لو انت بتحب الكركديه اشرب كركديه، لكن ما هوش طبعا دوت العلاج بتاعنا، يعني مش بنديه كعلاج يعني، لكن انت ممكن لو يبقى حاجه مؤقته مثلا، يعني هو حاجه مؤقته، لكن طبعا انت لازم برضه تروح للدكتور عشان خاطر يشوف ضغطك ويبتدي يقولك ايه الارشادات او ايه العلاج اللي انت هتمشي عليه. يعني اكيد مش بعالج مشكله بالمشروب يعني. لا طبعا. طيب مين الناس اللي اكثر خطوره يعني اللي حضرتك لازم تقولهم لا لازم متابعه الضغط، مين هم المرضى دول؟ تمام، هو احنا اتفقنا انه كل ما عوامل الخطوره زادت كل ما كانت المشاكل بتزيد، فطبعا احنا يعني الضغط العالي مع عوامل خطوره بيزود المشكله. الناس اللي هي اكتر عرضه اللي هي الناس مثلا اللي هي عندها مشكله في القلب، يعني لو واحد مثلا جات له ذبحه، واحد جات له جلطه، واحد عنده مثلا مشكلة في عضلة القلب، ده يعتبر عوامل الخطورة بتاعته عالية، ده لازم ان انا اتابع الضغط بالصفة مستمرة وفترات متقاربة عشان ما اسمحش ان الضغط يعلى. لو واحد عنده مثلا مشاكل في الكلى ده برضه يعتبر عوامل خطورة عالية. لو واحد مثلا عنده السكر والسكر بتاعه بقاله فترة طويلة ومش متظبط وابتدى يعمل لي مشاكل مثلا في الكلى، مشاكل في الأعصاب، مشاكل في العين، لا ده لازم ان انا اتابع الضغط بتاعه، وده بيبقى عرضة اكتر ان ممكن تحصل له مشكلة. او واحد مثلا جات له جلطة في المخ، او جات له مثلا كسور في الدورة الدموية المخية، ده برضه عرضة اكتر. فاللي عندهم ضغط مع الحاجات دي محتاجين متابعة دقيقة جدا. طب يمكن بنلاقي مرضى كتير جدا بتستجيب للأدوية وضغطها بينزل بقى بطريقة تدريجية أو بطريقة مرة واحدة حسب الحالة بتاعته. طيب الناس بقى يا دكتور اللي ما بتستجيبش لأدوية الضغط المرتفع، حضرتك بتبتدي تتعامل معها ازاي؟ طيب احنا لازم نعرف يعني ايه عدم استجابة للدواء الضغط. احنا دلوقتي لو التارجت بتاعنا 140 90، احنا اتفقنا ان 140 90 ده ممكن يكون مسموح بيه للناس اللي هي ما عندهاش عوامل خطوره. لو انا التارجت بتاعي مثلا 140 90 او 130 80 وانا باخد 3 ادويه ضغط ومن ضمنهم دواء مضر للبول، ده انا بسميهم غير مستجيبين للعلاج. تمام، طيب او بنسميه ضغط عالي مقاوم اللي هو ريزيستنت هايبر تنشن. طب دول انا بعمل معاهم ايه؟ اول حاجه لازم اراجع معاهم حاجات معينه، يعني هل انت بتاخد علاجك صح ولا لا؟ هل بتاخد الجرعات المظبوطه ولا لا؟ ما يمكن تكون بتاخد 3 ادويه لكن الجرعات اللي انت بتاخدها مش كافيه، فلازم ابتدي اعلى بالجرعات لحد ما اوصل لاعلى جرعات ممكنه. لازم اعرف هو اتفقنا بياخد العلاج في مواعيده، بياخده صح ولا ما بياخدوش صح، هل هو مثلا بياكل حاجات فيها ملح كتير، بياكل دهون كتير، طب هو رياضه عامله ايه في حياته، هل هو بيلعب رياضه ما بيلعبش رياضه، طب الوزن زايد ولا مش زايد، طب هل هو بياخد ادويه ترفع الضغط، احنا اتفقنا ان المسكنات والادويه بتاعه البرد والهرمونات وحبوب منع الحمل، ابتدي راجع معاه الادويه ديت، هل هو بياخد ادويه ترفع الضغط ولا ما ترفعش الضغط، طب ابتدي ادور على السبب ظهر
جديد لارتفاع الضغط ابتدي اعمل مثلا تحاليل اضافيه، ابتدي اعمل اشعاعات اضافيه عشان احاول ادور على السبب. بعد كل الحاجات دي كلها نبتدي بقى ايه، نحط خطه العلاج ونبتدي ان احنا نزود الجرعات ونبتدي نضيف حاجات تانية مثلا ادويه معينه كده اهوت عشان تحاول تحل مشكله ايه الضغط العالي المقاوم ده. طب يمكن حاجه برضو مهمه يا دكتور، ويمكن عندي فضول اني اعرف المعلومه دي، الضغط الجاذب الكاذب ايه هو وتشخص ازاي يا دكتور؟ بص هو بنلاقي احيانا ايه الكلام ده ما بيظهرش عاده الا مع كبار السن. بتقيس الضغط مثلا المريض ضغطه يبقى عالي وتبتدي تدي له ادويه حصل له هبوط ضغطه مثلا نزل قوي بقى 90 60 وانت مش مدي له جرعه عاليه. طب الجرعه العاديه اللي هو اي حد ياخدها ضغطه المفروض ما يهبطش كده. في اختبار بسيط قوي كده بنعمله عشان نتاكد ان ده ضغط كاذب او مش ضغط كاذب. هو الطبيعي ان انا لما بحط الجهاز على المريض وابتدي اقيس الضغط انا ببتدي انفخ 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 لحد ما الاحساس في الشريان اللي هو عند المعصم ان هو بيختفي. الضغط الكاذب لو انا لقيت ان النبض هنا هو ما اختفاش يبقى انا اعرف ان ده ضغط كاذب. ده اختبار بسيط قوي اقدر اعرف هو كاذب ولا مش كاذب، لان البديل بتاعه ان انا ادخل جهاز جوه الشريان واقيس الضغط ده طبعا مش متعرف عليه ومش بيتعمل طبعا بصوره روتينيه. هل يا دكتور في علاج تداخلي لمرضى القلب؟ طيب هو في بعض الحالات لو انا مثلا عملت اشعه مثلا زي اشعه الدوبلر مثلا لمريض الضغط ولقيت انه الضغط العالي ده كان نتيجه مشكله في شريان الكلى ممكن هنا ابتدي اتدخل ان انا اعمل ايه؟ بخش اوسع الشريان زي ما احنا شايفين كده اهوت بنبتدي نخش ونوصل لحد الشريان اللي هو فيه المشكله ونسليكه ونحط دعامه فيه فيرجع الشريان الكلوي زي ما كان. فده طبعا حل. في حاجات تانية مثلا لو احنا عندنا مشكله في الجهاز العصبي اللي هو بتاع البني ادم يعني ممكن برضو اللي هو العصب اللي هو بيغذي الكلى اللي هو بينشط الهرمونات زي الادرينالين والنور ادرينالين ممكن ان انا اخش ابطل مفعول العصب دوت فايه اقلل الضغط العالي. الحاجات دي طبعا ما هياش روتين بنلجا لها لكن بنلجا لها في بعض الحالات لما نتاكد ان الضغط العالي نتيجه المشاكل دي. يمكن مشاهدينا كتير بيتابعونا دلوقتي يا دكتور عايزين نصائح اخيره بس بعيد عن العلاج يعني. اوكي. طيب احنا نمره واحد نبعد عن الضغوط العصبيه. طبعا كل ما الضغط العصبي زاد كل ما مشاكل الضغط زادت ومشاكل القلب ومشاكل كتيره يعني. فنبعد عن الضغوط العصبيه ان احنا نلعب رياضه. كل ما انت مارست رياضه كل ما كان ضغطك كويس كل ما كان الكوليسترول كويس. الحاجه الثالثه ان احنا الوزن لازم نقلله. طبعا السمنه بتزود مشاكل الضغط مشاكل القلب مشاكل كتيره فنبتدي ان احنا نقلل وزننا. الحاجه الرابعه ان احنا نتابع الضغط على طول يعني اوعى لما تاخد علاج ضغط ترتكن او ان انت تعتمد ان انت ضغطك كده بقى كويس. لا ممكن تبقى بتاخد علاج على فكره والجسم يتعود على العلاج دوت فيبتدي ضغطك يعلى تاني فانت أكيد. محتاج ان انت تتابع ضغطك زي ما الدكتور دي اهم حاجه ان احنا لازم نتابع ضغطنا على فترات دي طبعا. شكرا لوقت حضرتك معانا يا دكتور. شكرا ليك. مشاهدينا نحب نشكر دكتور مارك أنسي استشاري ودكتوراه امراض القلب والاوعيه الدمويه جامعه عين شمس رئيس وحده القلب بالمركز القومي للبحوث عضو الجمعيه المصريه والاوروبيه لامراض القلب. شكرا لحضرتك مره ثانيه. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. استنونا في حلقه جديده من برنامجكم صحتك.